شبابنا الأعزاء أهلا بيكم. النهاردة عايز أحكي لكم أفضل طرق للمذاكرة. أفضل الطرق للمذاكرة طريقة البومودورو. بومودورو دي كلمة إيطالية بمعنى طماطم. بيني وبينك الطريقة دي ملهاش أي علاقة بالطماطم، بس هي اسمها بومودورو. الطريقة دي بتلعب على إيه؟ إنك أنت هتقسم وقت المذاكرة بتاعك إزاي؟ 25 دقيقة مذاكرة وخمس دقايق راحة. طب تيجي نتخيل انك انت هتمسك 25 دقيقة ثم 5 دقائق راحة، 25 دقيقة ثم 5 دقائق راحة، 25 دقيقة ثم 5 دقائق راحة، آخر حاجة 25 دقيقة ونص ساعة راحة. إيه اللي حصل؟ حضرتك هنا بتحفز الجسم على إفراز هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده مسؤول عن السعادة. عندنا طريقة تانية، طريقة التقطيع. ما تبصش للدرس على إنه حاجة كبيرة، قسم الدرس بتاعك على إنه قطع صغيرة. فلما تقسم الدرس بتاعك على إنه قطع صغيرة هتبقى سهل إنك أنت تذاكر الدرس ده. طريقة تانية اسمها طريقة التذكر النشط. طب ودي عبارة عن إيه؟ خلي بالك بقى، اقرأ درسك بالكامل، اللي فهمته اكتبه في ورقة. كده انت بتجبر دماغك على أخذ المعلومة من الذاكرة قصيرة المدى وتطبعها في الذاكرة طويلة المدى. بس خلي بالك ان الطبعة هنا طبعة خفيفة بس حلوة، نقلنا من قصيرة المدى الى طويلة المدى. رابع طريقة التكرار المتباعد، ودي وسيلة ممتازة. اشمعنى؟ عشان احفر اللي اتعلمته في الذاكرة طويلة المدى. مثلا حضرتك قدامك 5 ايام لدرس معين بتذاكره، هتعمل ايه؟ اليوم الاول هتذاكر الدرس، تسيب يوم وتيجي اليوم الثالث تعمل ايه؟ تحل اسئلة على الدرس، تسيب يوم وتيجي اليوم الخامس تحل اسئلة، وبعد ما تخلص حل اسئلة تذاكر الدرس مرة اخرى. كنت عايز اقولك حاجة، الطرق الاربعة اللي انا قلتها لك ملهاش اي 60 لازمة لو دماغك مش مركزة في اللي انت بتعمله.